صباح الخير، شلونكم؟ يا رب يومكم حلو وياكم شخص مطفي قاعد من النوم. اي والله، بس حبيت اسلم عليكم، زمان ما مصورة. حبيت اخذ اجازة بصراحة، حبيت شوية اخذ اجازة، رست من كل شي بصراحة. اليوم رجعنا الروتين الدراسة والشاي، هما بس يومين تخيلوا، والله جد دخلت بس يومين. ان شاء الله خير. من اللي عملته انت نفسك كنت حلم، زمان حلمته فضلت عافر في الحياة خايف وضبطه. مساء الخير، شلونكم؟ هذا المكان صار جدا يروق لي. هذا المكان يكون بنهاية المطبخ، اوكي؟ وانا هيجي قاعدة بالنهاية وهيجي يعني بالزاوية، كلش عاجبني. مهم شي التلفزيون بعيد عني لانه عميت. اي أيوة والله، حطيت مرطب الشفتي طالع قدامي كائن دي يسوي كيك، بس مو هذا الكيك السائل، لا هذا الكيك الثخين هيجي ابو الوقف. اشتهيته، بس انا اشتهيته تذكرت انه الجو حار والكيك لازم ويا شي حار، لانه انا ما احب هواي اشياء باردة. فالمهم ويا يعني
الرسمة يعني إلى هسه حبتهم، بس حاسة أن القصة شيء أو أشياء صراحة أصيل، بس هاي التفاصيل كل شيء عجبتني. أوكي رجعت لكم، شوفوا حاسة يحتاج لها تفاصيل أكثر، بقى هاي التفاصيل عجبتني هنا. أنا البيوت لازم شوي تتغمق، السماء ما حلعب بيهم، السماء ما راح أغير شي بيها. بس هنا لازم أكمل، هي بعدها ما خلصانة، وهنا نير التفاصيل أكثر، فبس نشتغل على التفاصيل ونرجع نشوفها. ياكم شعراتي الكيوت، مو ما سطح اشرح السوين بعوني جوعان. غيرت اتجاه لو تعرفون وين حاطة الكاميرا، حاطتها على الكتب. شوفوا اكلت بس توستاية واحدة، ووزني وزنت اليوم 46.3، يعني فاصلة 3، ف دا اضعف هواي، بس اقبله، دا احاول اكل صراحة. فشو راح اسوي هسه؟ جوعانة وجوعانة جوعانة، مو شقة جوعانة، ما ادري جعت. وبعدها يعني هسه صار الساعة 2، فلازم اقوم اسوي غداء. يعني كنت اشتغل على الرسمة واشتغلت عليها. اريد من عندكم كتبولي مسلسلات كورية. حاليا دا اشوف مسلسل كوري كلش كيوت وحلوة، وكتبوا لي اكثر انتو. بس هحكي لكم على شغله هيك بداخلي. شوفوا هذه ايام راحت، كنت اني مثل باقي البشر. يعني شنو ضحى مثل باقي البشر؟ يعني باعوا اني شايفه هواي ناس. لحظه، اوكي شايفه هواي ناس يقعدون 24 ساعه يعني يباعون يتفرجون ما يسوون اشياء، فاني صرت من دول الناس مثل باقي البشر. يعني انا ما متعلمه اقعد هوايه على انه اقعد على مسلسل واتابع واقرا ترجمه. جت الاشياء اللي اتابعها دائما اني اشتغل، اني ارسم واسمع بالصوت وشويه بع لقطات، خاصه يعني كنت اشوفها هيج. بس يعني هذا اليومين شفت، شو اقول لكم، كم مسلسل وفيلم. لحظه، محيط، مو اسم المحيط بس اتذكر الاحداث، بنات بالمدرسة، مسلسل دكتور، بنات اسبانيا عافوا ابوهم لان طلع ابوهم شخص سيء، يعني مرة وزوجها طلع سيء وباقي فلوسها ومحتال ويشتغل يا مافيا، طلع بهاي الشغلات وراحت الجزيرة هيج كلش بعيدة باسبانيا. وبعد صاروا 6 أو 7 بجد أحسب، بس يومين. تخيلوا هاي الشغلات، تخيلوا انتوا، بس استوعبوا. بدي أتذكر وياكم لحظة، وهسه هاي المسلسل بدي أتابعها بعدها ما خلصانة، أنتظر حلقاتها بالأسبوع يمكن حلقتين، تنزل يوم 6 و7. هسه اليوم شفت آخر حلقة، مسلسل مال بنت وتتمنى أمنية من نجمة، والنجمة تنزل وتحقق أمنياتها لأن الحاكم ماخذ أمنياتهم وحاجزها. وبعد يا ضحى أكو واحد من المحققين يمكن داعش، أتصور يعني ما حسبتهم ضبط، بس يمكن داعش. تخيلوا ضحى بهذا اليومين شايفه داعش مسلسل وفيلم، يعني كلهم يمكن على بعضهم داعش 12 يمكن. ف وما فاتحة لا كتاب ولا راسمة، بس يعني أطبخ وجباتي، وأكثر شيء كانت نودلز لأن جت مشتهيتها مع يعني مع هذه الأجواء. صدق النودلز نار جد. بس بعدين بديت أختنق لأنه ما متعلمة، يعني ما متعلمة أقعد وأباوع، يعني هيك شيء إحساس غريب صراحة وسيء نفس الوقت. يعني وأني استمتعت بس خسرت هواي أشياء، حسيت روح يعني أنا يومية أقعد هام، بس ما عدا إنه قرأت كتاب وياهم، يعني كتاب عادي، يعني مو كتاب دراسة، لا يعني شيء أثقف منه، بس قرأت كتاب، بس لا درست ولا حكت ولا خيطت ولا رسمت ولا تمرنت ولا هواية صورت لكم. يعني هاي صار لي على هذه القناة كم يوم لأنه تاخذ مني مجال، بس صورت موك بانك وحسيت إحساس غريب بعدها. في اليوم قلت لا خلاص، فبقيت بس مسلسل اتابعها، فقلت لا يعني هسه لازم يعني باليوم او بالليل اباوع شوي اشياء. ف
فبس حبيت احكيكم مشاعري، بس يعني اسالكم يمكن انتم مثلي او مثلي، بس صار مثلي مثل هاي اليومين، شلون تتنفسون شلون تعيشون؟ صراحة صعب الموضوع، صعب يعني مو شي كلش حلو. يعني انتم حلو تستمتعون، بس بعد ما يخلص اكو جانبين سيئين. الجانب الاول انه انتم ضيعتوا كوما وقت، لانه اني هاي المسلسلات ما اقدر اباحها واشتغل، خاصة الكورية يعني لغتهم كلش صعبة، فلازم اقعد ترجمة، فلهذا ضاع الوقت. والشغلة الثانية، الحياة اللي تعيشوها بالمسلسل او الفيلم تجون على الواقع تلقوه مختلف، فشوية بشع صراحة، تحسون شعور تفكير مختلف، حياة ثانية، ثقافة ثانية، كوكب ثاني حرفيا. من زمان يعني حلمي كوريا صراحة، اعشقها، أعشق ناسها. يعني صح هم سابقا كانوا عندهم معارك ومشاكل، بس حاليا أشخاص مختلفين، أشخاص أنا أشوفهم كلش مؤدبين. يعني عندهم أكيد كل مجتمعكم مشاكل، بس لا يعني عندهم احترام للأشياء كلش هواية بصراحة، احترام، خجل، هاي الشغلات. فأني هاي الأشياء تروق لي، تصرفاتهم، أكلاتهم لذيذة، يطبخون بكل حب، يأكلون بكل حب، يعطون للأكل كلش قيمة نفس ما أنا أحبه. فبهاي الأجواء ظلت أكل نودلز نودلز نودلز. فاليوم بحك الدجاج، صورتكم فيديو على المكبانج، فاليوم راح أسوي أصور فاصولية خضراء بس بدون لحمة وبدون أي شيء ولا دجاج، وجوعانة فحقوم أطبخها بشكل مختلف بسرعة وأشوفكم. أنا عندي جامدة بالفريز، وبس حبيت أحكيكم من الداخل. من الفريز شوفوا هسه راح يعني بسرعة أغسلهم وأوخر الثلج وأطبخ، لأنه جعت 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 حد الجنون بصراحة. هذوي الشغلات من تجمدوها تلقوها بسرعة وقت ما تريدون، بهاي لونها مختلف بنفسجي من أول ما جبتها، شكلها كيوت. أسرع غداء في الحياة أو غدا صار لي تقريبا نص ساعة، خلصت المرقة حطيتها على النار أو أقل والله بربع ساعة خلصت المرقة، وهسه بقى حسوي برغة وياها. شوفوا هنا أنا دا تفور. أني أحب أكل شي فوق شي، شايفين لما الأطفال يطهم أكل كلش يعجبني، واشتي يوم هيج من مثلك تقولي. تعالوا نجرب، بس حارة تصمد بعدها، بس عادي نقبل، الريحة تجنن. بروح حطيت هيج الطماطم وبعدين فعصتهم، أو يعني نجعصهم. واي نفس اكل الجهال، ايش قد ايش هي اكل الجهال؟ شايفين لما انتم خطار قاعدين او عندكم طفل بالبيت بيشبعون على كيتشي مخبوط ويتشي لذيذ، دائما مو كلش حار، لازم هسه برد اني. يا والله والله لذيذ جدا. بس المرأة لا والله مو فاهية، راح تحب صبر، راح احترمي نفسك. عباليكم نجيب ملح، بس لا غيرت رأيي.
شوفون يا حبيت الطماطم احس بيها، واي الريحة والطعم جننون. بس جبت ماي بارد.